السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. وبالله التوفيق، سنتناول في هذه الحصة واحد الموضوع هو متميز، وطبعا الحال لماذا أقول مجمعين؟ لكون أن أنا بطبيعة الحال في هذه القناة كنت أتواصل مع الطلبة ومع الباحثين، ولهذا الأساتذة، ولهذا فالمفروض أن الطلبة أنه عنده واحد الفضاء، وذاك الفضاء فيه كتماس فيه واحد الحقوق وواحد الواجبات متبادلة، وأيضا فيه واحد خصو يعرف الإنسان ما له وما عليه. ولهذا الطلبة كنصحهم مثلا الكلية، واش الكلية هو فضاء للإنسان يمشي يقرا فيه أو يقرا فيه ويجي صافي؟ فبطبيعة الحال هذا الفضاء الإنسان خصو يعرفوا كيفاش كيتأثر وكيفاش كيتمشي وكيفاش وظيفة الوظائف اللي فيه كتمارس على الطالب، كيف الكيفية ديالها. ولا أطول عليكم، المهم ما أريد أن أقصد حتى هذيك الكلية عندها واحد القانون داخلي ديال المجلس الكلية، وهذا هو الموضوع اللي غنتكلموا فيه. ولا لا ضروري، بان الطالب راه طالب الكليه ضروري خصو يعرف هادشي، راه خصو يعرف بان القانون الداخلي ديال هذا مجلس الكليه، يعرف شكون من كيدير شي، من كيدوز شي طالب في المجلس التاديبي، يعرف شكون عند من كيدوز، يعرف اشنو هما اختصاصات ديال الكاتب العام، يعرف شكون هو رئيس ديال العميد الكليه، شنو هما الاختصاصات ديالو والمهام ديالو، كذلك يعرف اشنو هو اللجان اللي كاينه، اشنا هي، اش كتمارس الانشطه، كيفاش كتمشى. هذه الثقافه لابد ان يعرفها الطالب. وعلى اي حال، مهم حصه الموضوع اللي غنتكلم فيها هو القانون الداخلي ديال مجلس الكليه. والقانون الداخلي لمجلس الكليه هو قانون اللي كيتكون من 6 ديال الأقسام، أو من 6 أبواب. باب الأول هو العضوية، وكيتكون من 4 المواد، واختصاصات المجلس اللي كتكون من مادة واحدة، وأيضا سير مجلس الكلية اللي كيتكون من 9 ديال المواد، وأيضا هيكلة المجلس اللي كتكون من 4 ديال المواد، واختصاصات وتكوين اللجان اللي كتكون من 4 ديال المواد، وايضا واخيرا المقتضيات العامه اللي كتكون من 10 ديال المواد. اذا فيما يتعلق بالباب الاول هو العضويه، والعضويه قلنا كتكون من 4 المواد، كتشمل ان المادة الأولى كأن المجلس ديال الكلية كيتكون من أعضاء بحكم القانون، العميد ونواب العميد ورؤساء الشعب، ثم الأعضاء المعينون اللي كيتكونوا 4 شخصيات من خارج المؤسسة، وأيضا الأعضاء المنتخبون واللي كيهما الممثلو ديال الأساتذة الباحثين، وممثلو الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلو الطلبة. وأيضا وكتجي في المادة الثانية هو تعيين ديال دوك الشخصيات اللي كيكونوا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الكلية، وكتدوم المدة ديالهم 6 سنوات قابلة للتحديد.
في المادة 3 كتجي دعوة رئيس ديال المجلس إلى كل شخص مؤهل إلى جدول أعمال المجلس. في المادة 4 أنه كيتولى الكاتب العام ديال الكلية مهام كتابة المجلس، وكيحضر الأشغال بصفة استشارية. الباب الثاني قلنا أنه فيه مادة واحدة وكيتكلم على اختصاصات ديال المجلس، بمعنى أن المجلس هو اللي كيدير شؤون ديال الكلية ويدير مهام المؤسسة وحسن سيرها، إعداد ديال الاقتراحات اللي كتتعلق بميزانية المؤسسة، وأيضا كيتولى توزيع الوسائل المالية ويرافق أو بل يوافق على المشاريع لإحداث المختبرات مثلا، وكيقوم بإعداد نظام الدراسة والاستمرارية ديالها. أيضا كيجي في المهام ديالو أنه يمارس السلطة التأديبية، وكيقترح على المجلس الأعلى عفوا كيقترح على مجلس الجامعة كل إصلاح ديال التكوينات داخل المؤسسة، وكذلك يقترح على مجلس الكلية التدابير الإلزامية إلى تحسين وتنظيم الأنشطة. كذلك قلنا بأن فيما يتعلق في الباب الثالث، وقلنا هو كيتكون من مادة واحدة في م... لا عفوا عفوا قلنا في الباب الثالث كيتكون من سير مجلس الكلية، وكيترأس هذا كيترأس العميد الاجتماعات ديال المجلس أو أحد النواب ديالو في حالة ديال الغياب ديالو، وكيجتمع المجلس 3 ديال المرات على الأقل في السنة. كذلك يدعو العميد لاجتماع مجلس الكلية الوقت اللي كيشوفه هو هذاك، وكيشرف على مداولات الكلية. المادة 9 هي كتقول بأن جدول الأعمال كيجي بداية أشغال المجلس، وأيضا المادة 10 كيقوم بمهام التقرير ديال أحد النواب ديال العميد. المادة 11 هي كتعتمد على قرارات المجلس بأغلبية ديال الأصوات ديال الأعضاء الحاضرين، مع ترجيح صوت رئيس المجلس في حالات استثنائية. المادة 12 وهي لابد من نشر القرارات ديال المجلس الأعلى من بعد النهاية ديال الأشغال ديالو. الباب 4 كيشكل المجلس، إذا قلنا الباب 4 هو هيكلة المجلس، وكيشكل المجلس من بين أعضاء اللجان الدائمة، من بينها لجنة البحث، لجنة الشؤون البيداغوجية والأكاديمية، وأيضا لجنة تتبع الميزانية، بالإضافة إلى لجنة التواصل والأنشطة الثقافية والرياضية. وكينسق وهو المقرر سير الأعمال ديال اللجان خلال انعقاد المجلس الموالي. في الباب 5 وقبل الأخير كنتكلمو على اختصاصات وتكوين اللجان اللي كتحتوي على 4 ديال المواد. الأولى هي لجنة البحث العلمي والتعاون، كنتكلمو على اختصاصات اللجنة وتشكيل ديالها.
في الباب الثاني كنتكلموا على لجنة الشؤون البيداغوجية، ودائما كنتكلموا على الاختصاصات ديال اللجنة وتحدد الحاجيات ديالها الخاصة بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية وتشكيلة اللجنة. في المادة 21 كنتكلموا على لجنة تتبع الميزانية، بمعنى أنه كنتكلموا على اختصاصات اللجنة والتشكيلة ديال اللجنة. في المادة 22 كنتكلموا على لجنة التواصل والأنشطة الثقافية والرياضية واختصاصات ديال اللجنة التشكيلية. في الباب السادس والأخير هناك مقتضيات عامة واللي كتكون مع 10 ديال المواد، بمعنى مجملا في المقتضيات العامة يعني كتسقط الحالات اللي كتسقط فيها العضوية ديال شي واحد، وافتقاد العضوية والتزامات ديال أعضاء المجلس والاحترام بينهم، ثم هذيك الشخصية ديال العضو وإدارة الاجتماع كيفاش كنديروا الاجتماع، يعني خص يكون واحد الاحترام واحد التنسيق وحدها. وفي المادة 28 القانون الداخلي ديال المؤسسة. في المادة 25 كنتكلموا على مهام ديال المجلس والهياكل المكونة للكلية. في المادة 30 كنتكلموا على التنسيق بين الرئاسة والمجلس واللجان الدائمة، بالإضافة إلى صلاحية الرئيس المطلقة في جميع الاجتماعات. وأخيرا صياغة مواد القانون الداخلي بمصادقة أغلبية أعضاء المجلس. إذا هذه واحد المجموعة تؤطر القانون الداخلي مجلس الكلية، ولا بد من بعد نقدروا نتكلموا فيها واحد التفاصيل، ولكن لا بد للطالب يعرف فين كيمشي هذا الفضاء اللي كيقرا فيه، يعرفوا اشنو اللي كيأثروا كيفاش كيتمشى. حنا كنعرفوا اي راه موظفون، ولكن كيفاش كتأثر الإدارة ديالهم، كيفاش هاد اللجنة، كيفاش هاد المؤسسة كتحرك، كيفاش كتمشي، كيفاش ماذا لك وماذا عليك، وكيفاش ملي كيكون شي إجراء شكون اللي كيديرو وشكون اللي مسؤول عليه وشكون اللي عنده اختصاص ديالو وشكون اللي ما ديالو. إذا أعتقد أن أخيرا كنشكر الجميع الحسن ديال المتابعة ديالكم، وأدعوكم في الإبقاء على التواصل الدائم مع الاشتراك في القناة بطبيعة الحال تيغزري جعفر في اليوتيوب، للتعرف واستمرار على ديال هاد في طلب العلم والمعرفة في المجال القانوني والتفاعل معها ومع المستجدات. وأيضا أشكر الزملاء والأصدقاء وكذلك المشاركين الحاليين، وأضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وليلة سعيدة.